حضراتكم انه مع بداية انشاء معمار المرشدي طبعا برئاسة المهندس محمد مرشدي، الشركة كانت حاطة استراتيجية شاملة لمستقبل المعمار في مصر. كنتاج الاستراتيجية دي كل مشروعات معمار المرشدي اللي وصلت تقريبا ل 17 مشروع عملاق منتشر في انحاء الجمهورية بتضم اكثر من 70,000 عميل، منها طبعا مشروع سكاي لاين، وده اجدد مشروعات الشركه المقام على مساحه 200,000 متر مربع في موقع استراتيجي في قلب القطاميه. فانا مش هتكلم عن المبنى لان هو اتشرح، لكن هو باختصار نتيجه اكثر من 30 سنه عمل وخبرات متراكمه. لكن النجاح الاساسي مش ليا انا شخصيا، لمجموعه العمل اللي حواليا اللي كانوا بيحبوني وبحبهم واخلصوا في عملهم وخلوني عندي شجاعة وجرأة ان انا اخش في مشاريع كبيرة ضخمة اكبر من طموحاتي من زمان. واللي هركز عليه دلوقتي اكيد هو ده اللي انا مقتنع بيه، ان الحب هو اساس اي نجاح، واي مباني مهما كانت كبيرة او مشهورة ما فيهاش الحب والألفة بين الناس اللي بيشتغلوا تبقى مجرد رمل وطوب وحديد واسمنت. احنا وصلنا للمبنى دوت او كان في نجاح ان شاء الله، يبقى بفضل الحب اللي بين فريق العمل والاخلاص اللي بيننا وبين بعض.